وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على بناء الجدار الفاصل على الحدود المصرية الإسرائيلية ظهر اليوم خلال الجلسة الأسبوعية. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع على أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي يمكن أن يذهب إليها أي شخص من سفوح أفريقيا على حسب تعبيره، وبذلك فهي تواجه مشاكل عديدة في المسائل الأمنية ومشاكل تسلل اللاجئين إليها، موضحا أن الجدار سيعوق إمكانية تسلل اللاجئين إلى إسرائيل.